اسمي آلاء الزهوري، من سوريا، من مدينة حمص. عمري 24 سنة. لجأت على لبنان بسبب الحرب بسوريا. كلاجئين صعب كتير نلاقي نحن شغل أو نأمن مهنة نطالع منها مردود لأنفسنا. قررنا أنا وأختي مزنة نأمن نحن شغل إلنا، وبنفس الوقت نأمن للسيدات إن كان اللاجئات أو غير اللاجئات يلي هن عندهم حرفة أساساً ومنهم قادرين يلاقوا شغل. بنجمع أكياس البلاستيك المستخدمة، بنغسلهم ومننظفهم أكيد في طريقة قص معينة، وبعدين بنشتغلهم بالسنارة بطريقة الكروشيه، بنحولهم لمنتجات. هلأ هيدي السلة بتاخد تقريباً بين 130 لل 150 كيس، بتاخد 25 ساعة شغل. سمينا نحن مبادرتنا بجيليفيش يلي هي اندي للبحر، لأن كيس البلاستيك لما بيطير بطريقة معينة وبيوصل للبحر بيصير على شكل اندي البحر تحت الماء. من الصعوبات انه نحن ما فينا نكبر كتير الشغل هون لأنه بنحتاج لترخيص وبنحتاج لأشياء تانية. أنا بشكل خاص بحب أقول للسيدات انه ما تخلوا أي ظرف من الظروف يأثر عليكم، فأنت عندك مهارات وعندك خبرات فيك تطالعيها وتحطيها بأماكن تانية فيها تفيد هيدا المجتمع.